السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. نحمده في هذا اللقاء وفي هذا المساء الجميل بمشاهدتكم الجميلة، وبحضور المتسابقين وبحضور ضيوفنا الأفاضل، حبيبنا نواف بن طارد، وكذلك المبدع والشاعر سعود بن هذال. اليوم بإذن الله حلقة راح تكون جدا جميلة ولطيفة، وتعايش مع المتسابقين ونعيش معهم الجو البسيط، جو الضحكة وجو الحكمة وجو المداعبة اللطيفة. نحن منكم وإليكم. اليوم احنا على سكريبت 77 ولا 76؟ 77، وهذا رقم مميز اليوم. ها، من يشتري الرقم؟ ها عباس، كم تشتري؟ كم وصل السوم؟ والله حتى الان ما بعد فتحنا الباب. عباس ياكل الرقم. ها عباس بياكل الرقم. وش رايك باللي ناظر بلقمة خويه يا ابو عبد العزيز؟ افا يا ذا العلم، هذا خالد الروقي. وش فيه؟ كل ما جيت اجلسي على صحن قال لي خفيتك خفيتك خفيتك. اشغالني يذكر الله بس الرجل. والله ما ادري، احيانا لا احيانا يسج. لا 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 لا، ان شاء الله يذكر الله. نور، لا لا ما اخونا اخونا خالد الروقي من الناس اللي نحسبهم والله حسيبهم عينه بارده باذن الله. ها هو عينه خط بس عينه بارده، بس انه على ذا ما بيها بارده. بارده على ذا ما بيها بارده، ابيها بارده بارده. الله يسعدكم. هذا طبعا مداعبة من زود المحبه. نعم. من زود الميانه، وهذه ترى نعمه. ترى اول ما دخلت البرنامج ما كنتوا زي كذا. لا ما كنا زي كذا. هو انا ودي اني ارجع اول 30 يوم، ودي ارجع لبدايات البرنامج مع امثال خالد. يا سلام. نعم. يا سلام. اول 30 يوم انا اقطع كلامك، ترى خالد الروقي ما اختلط معنا مره، ابدا ما اختلط معنا. يعني قل ما هضمته. ما ضمنا ولا سولفنا اصلا. ما دخلنا كلنا مع الجميع 30 يوم قبل توقف، ما سولفت ولا سالفه. بس بعد التوقف، بعد التوقف ما غيرت شيء. لا قمت لعبت عليها بس ولا كذا ولا بس ولا لا كذا كذا كذا. ها لا لا لا، نبي لا لا نبي الصفقه. الصفقه كيف الصفقه خالد؟ حقت المحاوره. حقت المحاوره يقول كان يعطوني 200 ريال على كل محاوره. واضح. هذه صفقه مميز فيها اخونا خالد. طيب اخوي حاتم، كيف المشاعر في بداية البرامج، في بداية البرنامج، والآن كيف؟ قبل كان في خوف من الكاميرا، وخوف وباف تاكل برنامج الرهاب والاجتماعي كان في البداية. بداية البرنامج صح. يا سلام. والحين؟ الحين لا، تعايشنا خلاص، ما عاد تهمك الكاميرا من أول، خايف لا تخطي. الحين تأقلمنا خلاص. يا سلام. هذه حياتنا. يا سلام. يا سلام. ومن من تميز إلى تميز إن شاء الله بإذن الله. وكيف نواف؟ البرنامج اللهم لك الحمد، والله العظيم انه يعني نقولها صادقين. يمكن في ناس يحسبون نقولها اني لو اطلع من البرنامج ما اطلع الا بمعرفه رجل شرواكم. شرواكم طيب والله يا ابو منصور. بالنسبه لي انا يا سلام، اول ما دخلنا البرنامج شيء غريب علينا. انا بالنسبه لي انا ما قد دخلت اعلام ولا قد دخلت ولا قنوات ولا عجيب. شيء غريب. فاول شهر كنا شوي نرقل. انت من اللي اخذت الكروت الذهبيه؟ يا سلام. يا سلام. فكنا نرقل شوي. ها بس الله، يا سلام، الله نجانا وفلحنا. يا سلام. يا سلام. طبعا هو تقريبا مر علينا عدة برامج. الشباب في البدايات كانوا نفس المرحلة اللي مريتوا عليها، فيه نوع من عدم التوافق، عدم الاندماج، عدم التعايش مع بعض. أيام ثم سبحان الله يصيرون أكثر من الأخوان، وأنتم تشوفونهم. يمكن هذه المواقف حقت البرايم يا هباس. إيه. كيف كان كنت من اول تتابع البرامج وتشوف الناس وقت اللقاء، وقت الوداع، كيف كنت تناظرهم؟ تضحك عليهم ولا معهم؟ وكيف لما عشتها انت؟ لا شباب، انا عشتها في ايام الغربه، ايام خويك يمشي ويخليك، او يجيه نقل من جامعه لجامعه، لديره لديره. فكنت تحزن وتضيق، واحيانا تصيح، لان رفيجك اللي انت متعود عليه تروح معه الجامعه وتجي انقطع. فانا يوم اجي اشاهد لقطات من برامج الواقعيه اؤمن انها صدق، لان هذا رفيق يقوم وينام وياكل ويروح ويجي معه. وش كانت اشد؟ معليش اخوي خالد، وش كانت اشد؟ هل هي ايام الغربه ولا ايام البرنامج؟ لا والله صدق، ايام الغربه صدق. يعني ليه ايام الغربه؟ جميل صدق، انت تنتقي الشخص اللي انت به وتعيش معه في جميع الظروف، لكن هنا مهيئ لك كل شيء. اها فهناك انت مدير نفسك، انت اللي توجه نفسك،
جميل. فأخويك يوجهك ويعلمك. يا سلام يا سلام. والشيء اللي ما تعرفه يوجهك فيه. جميل. فمر الغربة أنا أشوفها أنها أشد من كونك تكون في منتجع أو قرية ويتوفر لك كل شيء. اللهم اللي عليك بس تلبس المايك وتجي. جميل اللوكيشن. جميل أخي هبة. ترى الضيوف ننتظركم يا حبايبنا حلوين. بس بقى أخي خالد تفضل. الرجال نقطة مك تقول أنا كنت أتابع برامج واقعية، أنا متابع برامج واقعية، متابع مقالات واقع من قبل. يا سلام. كنت أقول ليش يبتسون على أخويهم هو رايح لهالة، واضح كلامهم. أقول ليش يبتسون يسوون زي كذا. أنا جيت محلهم صرت أبتسي. أكثر واحد صار كل إبراهيم. كل إبراهيم صار. والله لين يود تجلس اكتشفت تجلس مع أخويك تاكل تشرب تسولف معه تحت البث. ما معك جوالات. أكثر من أخوانك. يود عشت معهم أكثر مني أجلس مع أخواني دائما أجلس معهم دائما. يا سلام. غصب إنك تحزن عليه. انه اذا طلع يعني ما هي تصنع الدمعات اللي تخرج منكم ما هي تصنع لا ها لا والبرامج السابقه يعني كانت فعلا صادقين انا صادقين عطنا المشاعر هذه. انا قبل ما اتابع برامج واقعيه الصراحه بس اشوف لقطات حلو يعني ماني متابع قوي بس اشوف لقطات اشوف لقطات مثلا بكاء اقول هذا ايش فيه امشيها ارحب يوم شيء غريب شيء غريب بالنسبه لي ها بس يوم عشتها هنا لا كل سلام مرحبا ريان تاكدت وايقنت 100% انها مشاعر حقيقيه. يا سلام اي والله يا مرحبا يا مرحبا بحبيبنا وضيفنا سعود هذال. يا هلا ونعم ونعم يا هلا يا هلا على بال ما يجي نرحب ابو محمد. طيب ابو محمد في سؤال وجه ابو عبد العزيز بناخذ اجابه حاتم ونرجع لابو إيه؟ محمد المعذره ابو عبد الله عشان يركب معنا الموج ابو محمد كي. يا سلام تفضل يا ابو حاتم تفضل يا حاتم الفهي ما تعجز ريال يا اخي خف علينا في التفهات يا ريال. مرحبا مرحبا اخوي سعود يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا هلا يا مرحبا يا ابو هداه قبل اجيكم يا الربع يقول نرجو من الشعار منع الاحراج. يا سلام اللي حضرنا يعلنون التلاشي لا يزعجوني ماني بناقص ازعاج جتني هواجيسي وزاد انتعاشي عاد الشعر عندي بيوته ما يحتاج ثلاثه بيوت اربعه وانت ماشي كني مهاجم منتخب ساحل العاجب ما سبرها تريك ولا بلاشي. الله يسعدك مرحبا ومسهلا مرحبا مرحبا بالمطر مرحبا كيف الحال شلونك يا مرحبا يلا حيه كيف الحال عساك طيب طيب عساك طيب حب هلا والله مسهلا البقى البقى يا ابو مرحبا يا مرحبا شرف والله طيبين بس يلا حي تعال تعال هنا يا مرحبا. شو العلوم الرابعة؟ شو أخبارك كل باسمه؟ يا حياك بخير. تفضل يا سعود. زاد فضلك. كيف الحال يا سعود؟ بخير عليك بخير. شو العلوم؟ عساك طيب. يا هلا. شو الأخبار؟ يا مرحبا. شلون عنكم؟ الله يطول عمرك. عساكم بخير. خير إن كيف الأمور؟ كيف البلاد؟ كل شيء زين الله يطول عمرك. الشباب. يلا حيه. مشتاقين يا سعود والجمهور مشتاق لهذا اللقاء الجميل اللي راح نستمتع جدا. وإياكم مشاهدنا الكريم مع شاعر بسيط لكن أبياتها على طول في الصميم ما شاء الله يا سعود أهنيك على ما شاء الله الكلمة الجميلة واللي تنبع من إحساس صادق وإحساس شاعر عظيم. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحيانا يكون المدح في الوجه ما هو بزين لكن أنا بمدحك في وجهك يا أبو عبد العزيز. أنت لين الله يسعدك الله يرحم والديك من الناس المتسامحين وأهل النوايا النظيفة من بعدك الله يرضى عليك أنا ما تربعت في نيتك لكن والله إني أدري نيتك الله يرحم والديك بيض وجهك أبو كلب يا أبو مرحبا ليتني شاعر كان أبو عبد العزيز الرجال مرحبا بكم أسهل يا أبو هذال الرجال داخل مهاجم اليوم يا سلام داخل بأربع أبيات هجومية مساح للعاج ما جايك إي جايك مهاجم درقبة درقبة يا سلام مرحبا بكم أسهل أبو كلب الله يرضى عليك ويبارك فيك أخوي سعود ودنا بكذا للجمهور أبيات استفتاحيها مجلسنا الجميل. طيب قولوا لا إله إلا الله الرب عطها شوي ها تفضل زاد فضلك. حنا أنا بتكلم في شيء حنا
ظالمينه في حياتنا. يا سلام. ألا وهو الأخت. حنا لا من تزوجنا وجانا عيال مشينا الأخت روحنا. لا من كبرنا والهي لها حق علينا وحقها كبير. أحيان لا مر عليك من صوادي فجم أي شيء والله ما تلقى اللهي. أنا قلت لي بيتين أذكر في أحد القنوات. تستاهل الأخت. إيه. طلعت من القناة ولقيت تشره من بعض العقول الناقصة. يا كثرة. تشره إيه. إنه والله كيف شرح. كيف تسوي قصيدة في أختك قدام الجمهور وما أدري وشلون. قمت وكملت على القصيدة أبيات. إيه مقدي مقدي يا أبو هذا. إيه. يقول هي سبع الحين سبع العجائب تعرفونها لا شك والله انها صارت ثمان. يقول البارح الليل طال الوقت والجو جان والشعر كله بيوته جاتني عانيه واخذت منها البيوت اللي لها عنفوان وخليت للناس كل بيوته الثانيه وهديتها المهر اللي من بنات الحصان وماني بمخفيها وبعلنها علانيه وان كان بعض الرجال يشوف فيها هوان تسوال هالفين دا من فوشهم دانيه وان كان فيها خطا وان كان ولا مكان الشعر وشعري وذا الزمان زمانيه انا كياني كبير وهم بلا كيان هيكل بشر والعقول عقول حيوانيه هذيك يمنه طويله معطواله الايمان فيها انت عزويت راح الضيق في ثانيه سبع العجائب ثمان وكيف صارت ثمان مراجل البنت هذه رقم ثمانية سلام اللي فعولك في المواقف اتبان سلام اللي بمعنى الطيب متفانية معنى الفخر والستر والطيب والاتزان عسى لياليك تبقى كلها هانية الأخت عندي مكانتها ما تشبه مكان ومكانتك ما وصلها باقي إخوانية أنتي تشوفين فيني ألبو والأمان وأنا عيوني تشوفك أمي الثانية. أبدعت أبدعت أبدعت. قلبك قلبك أمرح. مرحبا. قلبك يا حبيبي. عاد قريبة. طيب. أنا نسيت أعطي. خير عليك خير. الطيب طاب حالك. نسيت أعطي الجمهور ولا ما تبون نقاط؟ ها؟ وزع عليهم. إذا ما تبون نقاط استمرينا. ها؟ لا لا نبي نقاط عند الجمهور وعند الضيوف وعندك. طيب حنا دائما نكرم الشباب اللي يحضرون معنا. في فقرتنا ب 500 نقطة لكل من حضر معنا في هذا اللقاء 500 نقطة بيض الله وجهك عندنا فقط واحد العز العز لأنه مشغول في الليلة إن حضر وما حضر في له ال 500 كذا يا عز هذا هذا طيب شرفنا يا عز طيب وكذلك نبغى على التاج سكريبت 77 نسحب نبغى بس مع اسم المتسابق ذكر آية أو حديث في الصدقة لأن فقرتنا فقرة عطاء اللي خاصة بجمعية عروة ووقف رحمة فنبغى آية أو حديث عن الصدقة واسم المتسابق الذي تهديه من التاج وكذلك من تحت التغريدة اللي الآن أبا أنزلها وبنعطي الضيوف بعد نقاط هلا والله مرحبا وبنعطي كذلك سفير الوقف من السفراء هذا هو هذا هو سفير الوقف بيهبل فينا ابي انا منك فكره الان يا سفير الوقف ابعطيك مجموعه نقاط وبيك تسوي مسابقه ما بين الشباب نبي نستانس وياهم بمنافسات بسيطه وتوزع النقاط عليهم جميل جميل لك 1500 نقطة أوه بب بب أنت توزعها معك سفير ثاني أي أبو مناحي وجاهل خلاص إذا جاء تقسم ال 750 750 أو 800 800 وإذا ما جاء عندك 1500 ابدع لنا الآن في كيف توزعها في آخر اللقاء والآن أنا بغرد الآن تحت التغريدة تدخلون على التغريدة وتكتبون طيب الضيف الثاني نواف الله يسعدك كان أعطي العيال كلهم ها نواف بن طارد يا مرحبا يا نواف والله العظيم 100%
الواقع جميل واقعيتنا على الواقع جميل بزنس اثنين التحدي يا جماعة مستمر في كبر قدره وارتفاعه ولا يفوتك حتى ولو نصف ساعة. السلام عليكم. الله يمسيك بالخير. واقعيتنا على الواقع جميل. الله يبقيك ويطول عمرك. كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟ الله يطول عمرك ارحم. الله حيه. كيف الحال؟ شلونك؟ هلا هلا والله هلا وسهلا. كيف الحال؟ تبقى ارحم انت. كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ شلونك؟ ارحم. الله حيه. كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟ مرحبا عبد العزيز. مرحبا بالبزنس. البزنس تويا هلا وسهلا. كيف الحال؟ شلونك؟ الله حيه. عساك طيب العادي قريب رفيقي. الله حيه. كيف الحال؟ شلونك؟ مرحبا. كيف الحال؟ شلونك؟ عامل البزنس لازم البزنس ولا قصور في الربع. كيف الحال؟ شلونك؟ تفضل يا نواف. مرحبا يا عقاب. يلا حيه. ايش حالك؟ ربك طيب. كيف الحال؟ شلونكم؟ ربكم طيبين. يلا حيهم. كيف الحال؟ شلونكم؟ عساكم حد يبي الجوال يا عيال؟ الا والله شوف هذا نواف متمرد ايام البزنس متمرد ولا انا بعلم احد. كيف الحال؟ وشلونكم يا الربع؟ لا لا يستاهل اليوم حيهم. مبدعين الله يوفقكم ويسر اموركم يا رب يوفقكم. طيب يا مرحبا بنواف حياك الله يا هلا وسهلا. الله يبقيك يسلمك. كذلك عندنا اسر منتجه عندهم منتج جميل اللي هو قهوة الأولين. القهوة يا عقاب لا أنت يا عقاب تعطينا القهوة. قهوة الأولين هذه بناخذ عنها كذا كلمة بسيطة على بال ما يجهز حبيبنا. من هو؟ أرقام الحسابات الآن موجودة على الشاشة. و أها طيب هذه قهوة الأولين أرقام الحسابات موجودة على الشاشة طبعاً على ما ذكروا ليتك هنا تأخذ لي زوم على القهوة. هنا مناسب ولا هنا؟ جميل. من أفضل أنواع البن الخولاني تتميز بالخلطة الأولين الخاصة المكونات هيل وزعفران ومستكة وقرنفل وخصم خاص. هذا أحلى شيء لمتابعين قناة الواقع 20% لمدة أسبوعين. عندها مبادرة جميلة اللي هي أم مطلق عندها مبادرة جميلة لما سمعت في القناة وفي فقرة عطاء عن الوقف قالت اللي يشتري مني 5% منها بنزلها في وقف رحمة. صراحة تستحق الإشادة وتستحق أن ندعمها لهذه النية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منها ويا جمهورنا. طبعا هم في الشرقية وعندهم التوصيل عبر أراميكس أو البريد. المشتري يتحمل التوصيل. أرقامها عندكم تكفون تكفون تكفون. طالما أنها تريد بهذه النية تدعم الوقف لا تخلونها. والقهوة راح نتقهوى منها الآن وبناخذ رأي الشباب ورأي ضيوفنا في قهوة الأولين. صراحة الاسم أنا الاسم أعجبني جدا. ها الاسم الحالة يجذب. كيف رأيك يا سعود؟ الاسم الحالة يجذب والله. قهوة الأولين والله ها الاسم الحالة. يا سلام يا سلام. طريقة التحضير عشان بس أنت من الإعلان. فنجان لكل لتر ماء يغلي لمدة 15 دقيقة. تفضل يا نواف. ها نواف سولف عنا سولف عنا يا نواف. أول شيء أرحب نواف وسعود يا مرحبا ومسهلا. الله يحييك. الله يبقيك. الله يبقيك. في مجلس ما في نفس ثقيله. هذا ولد عمي وهذا ولد خال وهذا اخوي ما ندور بديله. قحقح ارحب. ها القهوه هو شيء صدق صدق. ها القهوه تصح هديه صدق. شكلا والله انت صح اعطيه سعود هذول هديه يستاهل. شكلا والله انها حلوه وانها تجمل. يا سلام. الحين بنذوق الطعم ونشوف. يا سلام. كان انا بقول بذمتي ضميري. يا سلام. ما يكمل روقانك على القهوة إلا بدك خاوي إلا بتمر الصفري. يا موجود. سلام يا تمر سلام. الصفري عند عبد العزيز أخو نواف. عبد العزيز أخو نواف وهذا تمري صفر بيشة. صفري بيشة. صفري بيشة. صفري بيشة. شير الله بالسعادة. يا سلام. جوي كان صفر دون التمر. حلقة اليوم حلقة إعلان. لو في دراهم أخوي كاد إنه دخلنا البث. يعني أبو هذال مثلا يبي طالع كاشته ومع عنده ضيفان اثنين ثلاثة كذا
ويجيب القهوة ذي سوي قهوة أقسم بالله أنها فنانة وحقت هدايا. طيب الله أنا تصرح هدية. طيب الله يسعدكم ويبارك فيكم. حنا مع نواف ومع سعود هذال. ما جو الشباب اللي يبون يوسعون صدورنا جميعا ويستاسع صدورهم منكم وإليكم. أنا اليوم بتفرج عليكم، إيش رأيكم؟ صار بيت هلا منكم وإليكم اليوم أنا بتفرج عليكم. لا ما هو بيت، ها مكسور أنت ماشي أنت يا نواف. شف ناس تجبرها مو بنت يا يعني لا يبهم تكفى صابرين بيجبروا لي الله يزينه. الله يسعدكم جميعا. فعندكم سوالف عندكم أسئلة مشاركات حياكم الله. أول شيء بيض الله وجهك يا أبو وجهك العزيز على الضيوف. وجه أبو هذال قبل شيء أعطانا قصيدة عز الله العزيز إن دخلنا جو فيها وبنطلب منه مرة ثانية، لكن نبي شيء من أبو طارد. الله يطول عمرك يرحم والديك. أما شاء الله أبو هذال، أبو هذال أنا زعلان عليك يا أبو هذال. أبو هذال هو وقت الزلمان أبو هذال، ترى أنا زعلان عليك. سمعتم قصيدة ما سمعت أنا، فلذلك عدها. ليش تأخر التأخير ليه؟ والله اني كنت ازين مايك يا عرفني رجال ننتظرك من الساعه 6 المغرب. هذه والله البيعه. سلمني. طيب اعد القصيده اللي قبل شوي ولا قصور في ابن عمي ومن طلبني، بس نبي قصيده بس. ما نبي منك انت قبل كل شيء النقاط عرفها من بتروح بس انزل. ها ابن عمي زين زين والله الراس وطح بنظبطها ما عليك ان شاء الله بساعدك. طيب والله ونعم بالجميع كلكم اخوان كلكم بني عم وقريبين والله يبيض وجه القناة وجه. على البرامج اللي على قات تجمع الرياجيل يا سلام. الله الله ونعم. إيه وش نيا بقول؟ هذه من القهوة يا عقاب، ما نبقى شيء. هذه من قهوتنا والله. طيب الإعلام ها والله شيء جميل جميل صحيح. هي أم مطلق قال أم مطلق الحين هذه والله العظيم أم مطلق. هذه القهوة دي قهوة قهوتها كفو ها والله انها قهوه. يا سلام يا سلام والله قهوه كايفه والله والله انها قهوه كايفه. اي والله ما عليه احسن قهوه جربتها في حياتي ما شاء الله. لا هو فنجان انا في خاطر. طيب عطني القهوه جعلني فداك. هذه خلها بجنبي هذه استريح يا عيال. ما عليه ما عليه. خذ لك لفه فناجيل ثم خليك على جنب عشان الكاميرا تاخذ راحتها. ابو طارد عنده مشاركه. الله يسعدك يا خل عرسك ابو حسين. في عرسك ابو حسين هم مزودين لك قيمه الاعلان. وديك بيض وجهك. ايه في عرسك حلال. بيمشي بيمشي والله بالسعد. يا سلام استرح ابو حسين. استرح انت خش تقهوى تقامز. طيب طيب تعطينا مشاركة يا نواف؟ أنت خليتني أشارك. طيب جعلني فداك. تعلن القهوة بيجينا منها شيء. طيب خلونا نرجع مرة ثانية القهوة. أم مطلق أم مطلق نبي قهوة يا أم مطلق. أسمع قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش نبي بعطيكم؟ والله بيني وبينك في خاطري ريلتي ودي أقوم يطول العمر. أبشر بس قزوعي يعني ولا؟ اللعب بيجي بعد شوي لعب. يا سلام. نلعب ذا اللي يا سلام. وبيزين الوقف. ها. بيزين الأمور كلها. طيب. الله الله. لان سعود مجهز لنا شيء واجد. تبي تسولف ولا اخذنا من سعود؟ واقول يا طويل العمر ايش رايكم ايش رايكم نعطر المجلس البدايه بقصيده؟ يلا سلام. بسم الله الرحمن علام ما كان. يا سلام يا سلام. علام ما يخفي وما كان خافي. خافي الواحد الفرد الصمد رب الاكوان محي خضار القاع بعد العجافي سكت النصايح صوب دربين الايمان ومن هاجس الافكار صغت القوافي عليكم بذكر الولي سر واعلان وذكر النبي مع ذكر ربي إضافي أدوا الصلاة بوقتها دون نقصان وصوم وصل والمتاعب عوافي وتصدق أول حسنها بعشرة أحسان واخضع لشيبانك جناحة أضعافي. هذه نصائح عشاشيق الأوزان الفضل ربي عسى ستر ضافي وصلاة ربي عد ما هلأ ودان على النبي وإعدادنا في تلفيافي وسلامتكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صاحب دانك. الله الله ما شاء الله تبارك صاحب دانك. تفضل يا سعود. حاتم طيب يا سعود عز الله كائف. انا بطلب منها قصيده يا ابو سم سم حلو. انا ابيكم انا كلكم تحركون مره في قصيده لها اللي هي حتى السماء من ثقل ما تري مايله من ثقل ما تري مايله من اليوم ينشدري انت نواف صح؟ الله والله ونعم نواف. من اليوم ينشدري نواف يقول حتى السماء من ثقل ما تري مايله. هذا بيت اشتهر وقاموا يحطونه الناس وينشدني عنه نواف يقول خلي الكلام
خلي الكلام اللي شمعته في قفاي خلي الكلام اللي شمعته في قفاي ما ودي أعرف من هو اللي قايله يوم تغاضى وتجاهل من حياي وشوم أحيان الدعاوي هايله ما تذبح الطعنات لو جت من عداي مصيبة البارود من فتايله واللي يحسب انه ينقص مستواي النقص لو نزلت مستواي له دامي نجم بجلس وتكي في سماي حتى السماء من ثقل متني مايله وابسط حقوقي ما لا يحق السواي لو شفتني بين الشعر فواي له يا ما تحاربت وتحارب محتواي ولزلت ولا طالوا اللي طايله انا من الشعار ما دورت راي وشلون عاد اللي منيب بقايله هذا حلالي ورث جداني وباي على صغر سني عشفته أصايله هذا حلالي ورث جداني وباي على صغر سني عشفته أصايله ما قد درسته في صفوف الابتداي قد طرالي بيت من هزايله ما غير غني من خلاي وفي خلاي واجيب من جزر الشعر جزايله وإذا اختفيت أنا مع الشعر اختفاي وفي وسط راسي عامل عمايله قبل سنة شربت لي فنجال شاي هلو عليها العالم المتهايلة تجمعوا ضدي وأنا محد معاي وريتهم حتى نجومه القايلة واللي زعل لأني وصلت المبتغاي ما جيت غير باخذ اللي جايله من يوم أخذته واختلف بعض أصدقائي دريت عن صمت صدور الشايلة كنت أحسب جمايلي بين أخوياي والأغلبية عالم متحايلة يلي زرعت الطيب مثلي وش خطاي بموت بحد حاصد حصايلة أنا أشهد أنك من وفاك ومن وفاي كم واحد صرنا خدم جمايلة أنا وصلت لغايتي والمبتغاي والمجد أخذته وأنا كنت أخايلة لخير في مجد مجيبه من يداي لو ما هو بيمناي ماني شايلة أهون علي أموت ولا أروي ضماي من كف غيري وارتوي فعايلة والحين فعلي دائما يبقى معاي والفعل يبقى ولا واد مسائل يا سلام ابو عبد العزيز فيه طلب بسيط تفضل كان ابو طارد سم فيه دوروا لي طيب كانك حافظها ايه سلطان بن عباس دوروا لي طيب والله اني احرقتها انا لكن لا ما عليه عطنا ولو قلنا على موسم زكمه تعب يا سلام عطنا صدى يا ابو عزوز نقطة من الصدى ها؟ اي والله البلبل يحتاج الى صدى جاء لبوك الجنة سبحان الله نفس ضحكة اخوه عمر اسلم المحل سكر الباب لهنت اللي يعطينا صدى سكر الباب اسلم عطنا صدى لعبتك طيب دوروا لي طيب ما عينوه الطيبين القصيدة الزين بادوره وعينه القصيدة الزين بادوره وعينه أنا خرجت تجارب وتلميذ السنين والله ما عينتها باردة ومزينة والله ما عينتها باردة ومزينة بعض من الأصحاب ودك تعرفه مرتين بعض من الأصحاب ودك ما عاد تعينه بعض من الأصحاب ودك ما عاد تعاينه يالله ارزقني بصحبه وتوبة صالحين وكفني شر المنافق وكم من عاينه وكفني كم المنافق وكم من عاينه سلامتكم والله رغم التعب لنا عاد طيب عندي سؤال ابو عبد العزيز تفضل لابو هذال تفضل ابو هذال لو انعاد بك الزمن ولأهل مبدع بدأته بحضوره وبصفاته
شاعر لو شاعر مظلوم اعلاميا اللي هو يزيد الشميري اللي يقول من يوم ما مات الرجا في المواصيل صرت الضحيه بين همي وضيقي اثر القصيده العذب ومسامر الليل ضريبة اللي عاش حب حقيقي. يا سلام. يتابعكم ترى شعراء ويتابعكم شريحة كبيرة. ترى خلف التلفزيون الآلاف. أنا دخلت قبل شوي وانصدمت من اللي عدد اللي يتابعون. يا سلام. غير الشاشات، هذا غير الشاشات. هذا من فضل الله علينا. الله يوفقكم والله يبيض وجهك. إنك مثلت قبيلتك خير تمثيل. يا سلام. طيب عطنا عطنا هات القلم واللي بعد. خلي جاوب وش على سؤالي ثم لو عاد بي الزمن اسلم ابي اعيش نفس الضيق ابي نفسه ما ابي غير شيء ابي نفس الصدمات اللي جتني ابي كل شيء نفس كل شيء كل شعور ليه؟ صادق ليه لان الانسان لو انفتح له الكتاب اختار القدر حقه لو ترجع بي الدنيا اخترت نفس اللي صار ودخلت برنامج ودخلت برنامج ثاني بعد. يا سلام يا سلام يا سلام على الروح العالية. وصراحة أنت بعثت لنا اليوم رسائل جدا جميلة، يعني الصبر الدنيا ما تجي صفو دائما، يجي فيها أكدار، يجي فيها مواقف، وكيف أنت تتعامل مع المواقف، وكل ما يجيك موقف صعب أن تأخذ فيه درس. ولا صحيح صحيح يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد. يا سلام هذا القرآن. وعلى طاري الشعراء ومتابعة الشعراء احنا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى عندنا برنامج قادم اسمه شاعر القمة، وراح يشارك فيه اغلب المشاركين او ان لم يكن كل المشاركين كل من الشعراء، وراح تكون منافسة جدا جميلة بين الشعراء، راح نشوف تعايشهم اجواءهم جلساتهم، وراح نشوف المنافسة في البرامج اللي راح تطرح عليهم كلها يعني من الشعر وطريقة الطرح البيت والمعنى والوصف والجمال في هذا البيت بإذن الله. شاعر القمة هو إن شاء الله على الأبواب بإذن الله من عبر هذه الشاشة إن شاء الله، وشرفنا والله سعود من الشعراء اللي الشباب صراحة من شوقهم ودهم يجون هنا جنبنا من شوقهم صراحة. يا حلو يعني ما أدري هذه الرسالة اللي أنت أرسلتها للناس محبتك، يعني علمنا عشان حنا نصير محبوبين يا سعود. استاهل الله يقبلنا. آمين يا سعود. ترى كل هذا سؤال لكل المتسابقين يا سعود، وأنا أختصر لهم المشوار وأسأل على لسانهم. يا حلوك. الله يسعدك. يا أخوي يا أخوي يا حلوك. أبو عبد العزيز أول مرة ترى واجهه يا ريجل. وأنا كذلك. أول مرة. وأنا كذلك والله. لكن يا حلوك يا مشرف اختصر لك الكلمه ذي. الله يسعد. اما بالنسبه لطلب نواف، انتم وقفكم عن الايتام بيض الله وجهكم. نعم بيض الله وجهكم. نواف طلبني هات القلم، الظاهر اني شايفها في الملاحظات. جميل. طلبني هات القلم والوقف عن الايتام، فهذه القصيده فيها عن الوقف، يقول هات القلم هات القلم واللي بعد صمت الاقلام، مع الحبر بالاحرف الابجديه، كنا سطور وتار تعزف بالانغام، وكنا القلم ما يستر مسرحيه، سلام يلي عاش واحداث الافلام، ما هو بالتمثيل بالواقع عيه، عز السند مع نفسه لنفسه احزام، اللي جمع تواضع وعنجهيه، اللي يتفاخر في فعوله ما يلام، انسان في جيله ما حد عاش زيه، عزيز عزيز يشبه عزة نفوس الأيتام، على صغر سنه عزومة قوية، ما يشتكي من ضيم الأيام ونظام، معقوق كسره وقفته صير مية، يضحك ولو من ضيقه يجر الأنشام، وإذا بكت عينه عطل مهمهية من كثر ما يمسح دموعه بالأكمام، أكمام ثوبه غير لونه البقية، من كثر ما يمسح دموعه بالأكمام، أكمام ثوبه غير لونه البقية، طفولته كانت على الشارع العام، كداد بين العاصمة والحوية، من يوم عمره حول 14 عام قدام حتى يدرس الثانوية، وأحلامه اللي من بعد ركض الأقدام مع غيره، وكانت لها لو
لويه واللي بقاله من طموحه والاحلام ما غير حسن الخاتمه والمنيه ويقول وش باقي مصايب يا الايام شوفي وشوم الوقت والضيق فيه كنك وكني يا الزمن مثل الاخصام مثل العرب والدوله الفارسيه حربتني حرب مثل حرب صدام ضحيته واليوم عيد الضحيه واللي يصفق يوم تنفيذ الاعدام شعب العرب للدوله الج نبيه واللي يصفق يوم تنفيذ الاعدام شعب العرب للدوله الاجنبيه الناس ما تعني لها كيلو اقرام الاقربون احيان شر البريه الحرب ما تنزع من العرش حكام المشكله في الثوره الداخليه والدوله اللي تملك سلاح الاعلام ما تنهزم بالقوه العسكريه والدوله اللي تملك سلاح الاعلام ما تنهزم بالقوه العسكريه والحاكم اللي يحكم بشرع الاسلام يحسب حساب الفتنه الطائفيه قبل امس من بين الرسائل والارقام جتني رساله من ضواحي ضريه اني كنت سهران ابنام وسريت لاعب شبحتي في يديه من صاحب على المهمات مقدام ينشد على الاحوال من طيب نيه معك الدرب يقول قدام لب خويه ما يخلي خويه يا حزام لا تنشد عن الحال يا حزام الهم خيم المطيري علي يا حزام لو ماني على دين الاسلام لتشوفني ناقص من الفيصليه. بسم الله عليك من الفيصليه. هذه كل ثامن العجائب الاخت صح؟ هاي تسع العجائب القصدين. يا سلام، هذه طبعا تجربة سعود ومعاناته سطرها لنا في أبيات جدا جميلة. ونحن الآن نتكلم عن وقف عروة وحال اليتيم إذا لم يجد من يعينه، إذا ما يجد من يقف بجانبه، كيف يكون حال اليتيم؟ وفي هذا الوقف العظيم جمعية عروة جعلت هذا الوقف وقف رحماء مصارف الوقف إلى الأيتام والأرامل والمساكين وكذلك لتفريج الكرب ولترميم المنازل. فالله الله، أرقام الحسابات موجودة على الشاشة، لا تنسون أنفسكم، أنتم المحتاجين لهذه الصدقة، أنت المحتاج. يعني عندما تجد يتيم ويسمح لك أن تنفق عليه فهذه بحد ذاتها هي كرامة وبحد ذاتها نعمة أنك تجد يتيم يستقبل هذه الإنفاق. والوقف من مزاياه الأجر المستمر وحتى وأنت في قبرك، فلا تفرط ولا تسوف، ابذل، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم. تفضلوا يا مرحبا. يا هلا يا هلا. السلام ورحمة. يا مرحبا يا ابو مناحي وابو سويد. الله يحييك. الله يبقيك. نواف بن طارد الدوسري. هذا ابو مناحي شوف طيحت عقالي يا نواف. ارحب ارحب الحال شلونك يا رب الطيب الله يحيي المجموعه. لا لا ارحب. اي والله هذا الشايب حق المجموعه. هلا يلا حي. هذا الشايب وهذا الجبل. هذا جبل جبل الشباب وكلهم جبال. نعم ما عليكم زود. نحيي يا مرحبا يا هلا يا هلا. ما تبون 500؟ 500 شوفت شوفت المطلي ولا غيره ما عليه. عطونا خمس دقائق اجلسوا معنا خمس دقائق عشان تحل لكم ال 500. استرح استرح يا خالد. استرح استرح. يا مرحبا. الله حيهم. هلا هلا هلا. طبعا اليوم حلقتنا عن عطاء وعن قهوه الاولين وعن صفري عبد العزيز اخو نواف وعن كرك عقاب. الله اكبر. كرك عقاب انا من اليوم انا اتكلم معه واقول له ليه ما يصير لك منتج عقاب اسمه كرك عقاب. ودنا باذن الله ان شاء الله يدشنها ان شاء الله في البرنامج. خلاص جاهز. يا سلام يا سلام. جعل ربي يوفقك. يا سلام يا سلام. والله يا رجل يا رجل ما ادري عقاب اذا خلص البرنامج وكيف نشرب. والله قالوا لي المتسابقين كل بيهم قالوا لازم ندشن وزيد اصر علي نواف يا ربي يطول عمره. يا سلام. ولكن ترقب ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله كرك عقاب. يا سلام يا سلام صراحه. وكرك عقاب ان شاء الله بيعرض في افضل محلات ان شاء الله في المملكه باذن الله. باذن الله. يا ربي يطول عمره. اما بالنسبه للتمر ذا انا وقعت فيه. انا رحت اليوم عندكم الليله الشماليه. اي اي ومعنا انتم ان شاء الله. انا 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 رحت الحايل. سلام. ديرة كرم، ديرة ريجيل. ريجيل عطنا قهوة. أول مرة أجي حايل، صح إنه ويعجبني رجال للعشاء.
الله يطول عمرك. واروح عنده للعشاء، رحت عصر ويجيني واحد قال الشبه عندي، وانا اروح للشبه هو يقرب التمر، ويجيني الثاني عقب الاول قال الشبه عندي، والله ان عدد البيوت اللي مريتها الظهر انها فوق 14 ما شاء الله تبارك الشبه الشبه الشبه. يوم جيت بتعشى لاني مليان تمر وقهوه والله يوم جيت بتعشى لاني مليان تمر وقهوه. تعال خليني اتمتع بشوفها. ما راح والله من طيب سويد. الله يطول عمرك. والله بس فاقدينك اخوي سمرة اللي انت خابر كل خميس. ترى هو من الجنوب للشمال والله لا يردنا مدغم. يا عيفان يا عيفان احنا صراحه في استضافه اخوي سعود اخوي نواف اعطونا من القصيد الجميل، وعقاب مشغول فجزا الله خير فالكرك وكذا مو مقصر بيعطينا بيتين ترحيبيه والشباب، بس انه منشغلين في الاسئله فودنا منك بيتين ترحب فيها في ضيوفنا. على خشم عليش على ابوك الجنه. والله انا بعد حضرت شيء لكن الترحيب في الطيبين يقال لهم الغير. هذه بيتين قديمه مكرم. يا يقول يا مرحبا ترحيب تن عند اللزوم، يا مرحبا ترحيب تن عند اللزوم، تباشر الضيفان باستقبالها آلها، وعاداتنا من مبطي وفي كل يوم المبخرة والدله وفنجال. سلام يا مرحبا مليون يا روس القروم، روس الرجال اللي ظل ظلاله يا ربك الجنة. الله يبيك اللهم مليون نعم يا ابو سويد. لا انت ولا اخوياك ما عليك سويد طول عمرك. مرحبا مليون موجود انت وك جاي خل موجود شغل خلص بعلمك. انا احنا ودنا نسمع من الشباب. انا بعلمك عيفان وين كان في ابو هذاب. الله 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 يبقيك. عقاب شاعر ونواف الاكلبي شاعر. انا اكلبي مليون يطلب لي ثلاث شاعر. مرحبا الله يطول عمرك. كيف الحال حبيبي؟ الله يسعدك مرحبا. لا انسى طيب بخير. انا جايب لك اكبر هديه سعود هدال ونواف ابن طارق، وجايب لك قهوه الاولين. لا رجال اكبر من هذا. هذه قهوه الاولين جايب لك قهوه من الشرقيه. مالي بحق قهوه انا بعسل. شرب العسل ابشر بالعسل. ابشر يا ربع الجاي. ابشر ابشر. لا ان شاء الله كنا نطلع احنا الصايد. لا 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 ان شاء الله ان شاء الله انكم ما تطلعون ان شاء الله. ابراهيم تسميه اوفسايد. اوتسايد اوتسايد عطى المنشرحه. خذ راحتك يا سعود. تبي تسال الشباب عن تجربتهم في البرنامج، تبي تشوف من الشعار. الشعراء طبعا عندك عيفان، نواف الاكلبي، عقاب، وفي منشد نواف، وفي عادل الطيبه والاخلاق عادل مطيري، هباس مقلد ومبدع في التمثيل، هذا شايب القريه فزن ابشر بالسالفه، خالد الطيبه في خالد هنا خالد خالد وجهه بشوش. يا سلام ترحيب. حتى تراه رحب فينا برا بيض الله وجهه. لكن الاكلبي انا بيض الله وجهك يا عقاب. الله يرحم والديك. ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لا لا جدا جميله الله يرحم والديك. ابو عبد العزيز نخدمك في الافراح يا عقاب. ابو عبد العزيز الرجال هذا جحفلني. ايه ماسك جوالي ويقرا في الملاحظات اثر الشاعر. اثره باعني يا ريت ماسك جوال. لا ما مسكته لا والله. لا والله بدون تحيز اليوم الخصومات الاستبعاد انا خاصب عليه. لكن الرجال هذا انا ما دريت انه شاعر. عندي لكم تسليم تنزينه. سعد بن هذال يقول وينك يا عيفان من وينك جاي؟ عيفان البارح انا وياه متعشين عند رجال والله. سامر يلعب معنا بلوت عند مدغم ابو شيبه. سلمه الله الله يلعب معنا بلوت. وانا انا حسبه طلع ابراهيم اذا رجع يروح يجي. طبعا المزوح بين الشباب ما تخلص. والله يسعدكم يجعلها جلسه جلسه. لا والله امزح يا رجل. اي تنفع امزح ولا لا؟ هو متعود على انا. انت خبر يوم اخذ شاص ابو صالح. ايه ها جبت عليك مخالفه. والله اني ما اخذ شاص ابو صالح من حاش على موتر مالك القناه. هذا والله السطاوي يا ريجل. فاللي ما يتمرد ما يعيش في البرنامج. يعني مشلحه يعني؟ لا معطيني اياها. اشوى. يعني زين بيبروجها نواف اني طالع على موتر مالك القناه. حبيبي يا نواف الله يسعدكم ويبارك فيكم. في خاطركم سؤال لسعود النواف اسالوا يا شباب. عشان نبي نجي لتوزيع النقاط سم بطلب غزليه من انا. جاني طلب جاني طلب. انا بطلب قبلك
بشبع قد ما اشبع من نواف خلاص طيب بس بعدها تعطينا غزليه حركاته انه يشوف الشاعر قبل ثم بعد لازم تشوفه شيء في الاخير انتوا ولا قصورهم فيكم المفروض انكم ما تحتاجون سو عطنا سامرته ابي اسوي مطلوب القصيده سامرته برضه ولا الهواش اقول بس ابو سويد ها فاني بالترحيب الله يطول عمرك ايه رجال طلب مني غزل مبارك تعليق اقول سامرته في ليلي هادي وحدنا وحدنا ايوه وحدنا الموت الموت اسلم اتبعنا اقول يا رجال اسلم سامرته في ليلي هادي وحدنا ما بين نظرات التأمل والمزاح الله وانزاح عن وجهه الإثامة وأنثنى ورأيت قمرا مختبي خلف الوشاح أحسنت صنعا جل شأنك ربنا ما كنا هلا بارق في الجولاح سلام الله يا سلام يا سلام عليك فصحى اي نعم ما هو بسهل نواه هنا طلب من اخونا عبد الله بندر الحافي شاعر الأشارات والمبدع في تجد دائما له بصمه ولمسه في قناه الواقع وله لمسه في قلبي يا سلام وطلب منك يقول ابي قصيده ما عاد ابي رد الجمايل من الناس الا عسى راسي من الناس يا سلام اسلم اوه هذه لك سعود ما شاء الله تبارك الله والله انا لك ما شاء الله تبي تجيب المصحف حلو يا مرحب لا يا صاحبي يا صاحبي عيضان عيضان اسمع 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 يا شباب يا صاحبي تبقى على العين والراس لما الجروح إن كانها تنتى لملم يا صاحبي تبقى على العين والراس لما الجروح إن كانها تنتى لملم استعانة بالصديق الربع مالي يقول يا صاحبي تبقى على العين والراس يا صاحبي تبقى على العين والراس لما الجروح إن كانها تنتى لملم يا ليت ما عندي ولا ذرة إحساس وما ودي أعلم شيء والله أعلم ما عاد أبي رد الجمايل من الناس إلا عسى راسي من الناس يا سلام هذا من القصائد القديمة هذا جاب فصحى نواف وأنا أحب الفصحى ودي أكتب عليها زين يا سلام طالع خوطها دوا بتجاريه يعني لا أحلى شيء المكس المكس يجي بطل وشو يقول أحب الفصحى وأحب ذا قلت المكس يجي بطل دايم يا سلام يا سلام إيه المكس دين قريبة ولا نأخذ منه إلهي اختيارك لاختياري إلهي اختيارك لاختياري فشيرني وخيري في مساري تشوق النفس أهوائي ولكن بعلم الغيب ماذا في انتظاري فإن دارت بي الدنيا وضاقت مواجهتي أخير من فراري أواجهها بحمد الله تعالى وأشكره وأنجح في اختباري وعزي بعد عز الله ذاتي ومن ثم يميني ويساري ولا عمري شكيت بضيق صدري على ضيقاتي مسكر إزراري أنا ربي خلقني للتحدي دخلت حروب وأعلنت انتصاري أحب اللي تجيب العجهية محب اللي تنقص من وقاري وحشادي لهم ما بان وحشادي لهم ما بان كسري ويبا يبطون ما بان انكساري أنا شاعري هيم بكل وادي يحب الليل ويحب المشاري وأحب أكتب قصيدي وأتفرد ولا أحب أكتب الشعر الحضاري تقدمني فعولي وأتقدم مقول الشاعر سعود السماري أنا حبوبني أحبابي لأني لأرجو من وراء الشعر انتشاري أنا لست خليفة أي شاعر لهم تقديرهم ولي اعتباري وديواني صدور الناس دوما ستذكرني بعد حين الطواري فإن سألوك عني قل قريبا أنا موجود كونوا في انتظار يا سلام هذا حاولت اكتب الفصحى ودخلتها مع النبط والله شرت القصيده ما ادري ايش تبي يا سلام يا سلام الله شرت القصيده ترى تجي حلوه صحيح. يا سلام نعم. يا سلام بس رجعت بالعفويه احنا نبي نسمع منكم انا ترى اليوم نبي نسمع من عيفان يا الربع من الخط مع الخط وانا احس بنفاه المكان ذا الله يسعدك يبارك احس بالنفاه وتجيني نشوه الشعر قلت عندهم شعراء وعندهم
ما شاء الله دايم اسمع عفان عفان تطلعون دايم في التيك توك تراكم متسحين الدنيا تيك توك على شوي يجيبها بالنبط يعني تيك توك يعني اني ما اعرف ايش عند اليوم التيك توك طيب توك توك التوك توك التوك يا سلام يا سلام لو لحم يا وش هذا تكشف مصر نعم توك توك تيك توك والبرنامج تيك توك تيك توك بالضبط ودنا ناخذ منك واحده ثم نرجع عفان لا انا بسمع من عفان ثم بشرب بالصوت ولا اكسر من الشباب اسلم عليهم يلا يقول عليها من الحساد بسم الله الرحمن عليها من الحساد بسم الله الرحمن مع جيلها واللي قبل ما لها مشابه خجول تقول الله خلقها بدون لسان لكن لن تنهب منها الكلمة انهابة عليها غدا صدر يمشرع بلا بيبان سوات الزلام يا رمح الهوى صابها ضيوف الهوى هذاك راضي وذا زعلان وبيت الهوى ما في أحد ما طرق بابه تقول أنت ما تسمع الضيدان بن قضعان أنا أقول بن قضعان ذا الحين وش جابه أنا شاعرك وأنا حبيبك وأنا عفان وأنا اللي على البيت القوي يضرس بن سلام السلام عليك الله أكبر يا عفان طول عمرك ويسلم طبعا إحنا قلنا في توزيع النقاط جاء اللي هم اثنين الآن اللي هو سفراء الوقف ها نعم مناحي أبو مناحي وهباس عندك 800 نقطة كلها عند ابو مناحي 1600 لا لا انت وجهك كلها فاشلية انا معطيك 800 توزعها هذه بنوزعها بس التوزيع نبغى توزيع مرح منافسة ما بين الشباب تبي طلبات تبي احكام تيك توك اللي تبي انت هذه وانت تبي منافسه وتبي وتبي الله الله انت بين العمل تبي ويش انا في من الاخر لا تبي مطارح ايش تبي انا والله انا جتني فكره مطارح جتني فكره احكام يا سلام وجتني فكره سباق طيب ابيهم يعدون طيب اصبر اصبر بس باخذ انا كم معنا من وقت في البرنامج يا شباب عشان تطارح حول العيال انا طيب نبدا الان بنقاط السفراء عندك 800 وعندك 800 واعطونا وزعونا بالمنافسات اسمع وزع منافسات ما بتوزع كذا لا هي البلوز وش رايك باسئله يلا نبي بسرعه عشان وقتنا ضيق يلا اسئله طيب عفان اخر يعني السؤال عفان ولا للكل بيمشي واحد واحد بيمشي واحد واحد عرفت اوكي لا 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 ترى بسحبها لا 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 ترى بسحبها ترى بسحبها يا ابو اسمع اسمع انا بعطيك التوزيع اقرص لحمك شوف وجهك لا لا جعلني فداك ان التوزيع عشان تكون واضحه على 200 نقطه 200 نقطه حلو على 200 اول ما به نواف ترى شوف لو ما جاوب لحظه لحظه الضيوف لهم اللي حضر 500 لا تعلن بي انا ما غير انا ابن اخي هنا وما في الا سعود بدون صنف الرابع شلون سعود ما في الا انا وخالد هذا قال اقرص الحق على يا شباب ترى بسحب النقاط اوقفها الحين لا انا عندي اعطونا الوقف الوقف جمعيه عروه كم عندها وقف واحد انا سالتك سالت ذا ما قلت عادل اي 100 نقطه السؤال لك انت يا ابو منصور اسمع ها 200 200 200 حلوة. عادل ابو منصور سجل يا كنت روز السهم السؤال بعد انا اسلم دقيقه السؤال عندي حبه يلا يلا عندي 800 اعطيتها ابو عبد شوي خلاص صراحه انتوا الحين عندكم 800 روح يلا ها الحين بقى 600 ها الاسهم اسهم الوقت تبدا من كم الى كم من 300 ريال الى 300000 330 بس تستاهل 200 ما يضل وجهك سجل كنترول نواف 200 ريان جميل قدم نصيحه للوقت جاب لي ما حط لي بس روح عطى شيء نصيحه 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 اي نعم تكلم على وقف مده دقيقه يلا جميل لا 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 15 ثانيه اخوي انا اللي سال تستطيع استعن بالله اول شيء صلوا على النبي اللهم صل وسلم أنا ما داني الأخمدي صل على نبيك اصبر أول شيء طويل العمر مع الصدقة طويل العمر تدفع البلاء والداوي المريض إذا عندك مريض طويل العمر تصدق عنه إن شاء الله بنيت إن الله يشفيه تزود برزقك وتبارك لك في رزقك وحلالك ومالك وعيالك وتصدق وعشان الله يكتب أجرك
مبروك 200 نقطة. أنا عاد الحين بقال آخر 200. لا لا بقال 400 الحين. لا لا بقال 200. لا لا اخلص اخلص. لا لا ما عليك واحد. عبد العزيز أنت مد من خذ لك خذ لك خالد خذ لك خالد. خالد. والله ما ودي بس يلا لأنه مقروشي الأسبوع ونص. ما عليه لا. أخوه يا أخوه أخوه تلزم وشيل وش؟ والله نحبك. وشيل وش؟ استعينوا بالله. شيل من الرفاقة. أبشر بسعادتك. متى تأسست جمعية عروة؟ خل عيال خل عيال 1420 لا أنت ما تدري أنت كم أنت ما تدري كبرك ما تدري 37 37 نعم 26 مبروك 200 نقطة لا 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 إذا ما جاب أصلاح لا لا أبسل 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 السؤال الوقف يكفل إيش؟ اليتامى والأرامل والمطلقات واليتامى بس خلاص ابو مناحي اسئله يلا اسئله انتم ما بعد جيتوا على جوي لكن طيب بسألك سؤال بيض الله وجهك سؤال واحد صرت سفير ابشر يا سهم الراحم كم بسرعه بسرعه عشان الفقره بعدنا يلا 800 بطل 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 صح نوفل اكلبي صح 200 200 نقطه اسال واحد 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 ايه لا 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 وش ذا الكلام ذا لا لا عيد 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 اسمع عيفان انا احسب لي كذا يرفع عيدها انا انا ها عيفان خذ 200 من عندك والان نواف 200 200 صح يلا بقى نواف منصور خذ نواف منصور خلاص اسال سؤال اللي جاوبه الاول يلا بقى لك 400 بدا 400 ايه ساهم الراحم ووالديه 800 لا 800 خطأ خطأ 600 800 800 أنا قلت 800 خلاص 800 عادل 200 نقطة يا عادل 400 الآن 400 نقطة سجل سجل طيب باقي واحد يلا باقي سؤال اللي يجيب الأول بس تكفون واحد زاد يلا يلا عطنا بسرعة إيه طيب عادل كلهم كيتوا صح كلهم خذوا عفان واحد زايد واحد اثنين أنا أنا ابن أبوه يا ابن أبوه لا 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 أبدا هذا أنا ضد هذا طيب أنا ضد وأنا أحبك يا عيفان أنت مخضرة أجا خلاص أبي طيب أبي ريان وخالد الروقي ها زين حلو بسرعة اشربوا لكم ماء وقابلكم بعض واللي يبجل مال الأول ياخذ لا بتاخذ وقت بتاخذ وقت بتاخذ وقت خلاص بتكلم عن الوقف لكن كم باقي لي سهم؟ سهم واحد عجل علينا عجل علينا خذ انت يا مسلم كم اركان الاسلام؟ ستة 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 خمسة ستة شهادة لا اله الا الله نواف 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 الاكرمي طيب الان بنرجي صليتوا على محمد عندنا نبغاكم بس بعجالة يا سعود بدر لبيك خذ ولا ما خذ؟ خذ 200 منك الاول ابشر عيفان ابشر 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 ايه اخوي سعود عندك 600 نقطه حلو اختار لك ثلاثه وزعها على ثلاثه بلاش. ما عليه احنا طيب ابى اسال سؤال واللي جاوب عليها الاول يلا بسرعه عطنا دوله بحرف الضاء ام عصا لا دوله ضريه وش ضر يا ولا يمه ضرية يا ولد دولة يلا بدنا نسأل نوزع المهم والله لها جواب دولة ولا دولة دولة في بالي باكستان أبك دولة يا مسلم دولة دولة أم عصا والله لها إجابة يا مسلم أم عصا أضرب إجابة ها لي 300 نقطة 300 هي 300 نقطة عندك 200 200 200 بريطانيا الإجابة دي بكنسل 200 ما حد جاوب خلاص خلاص والله فيه رجل إذا لقيتوه اللي يا رجال عنده إجابة طيب رافع إيده إلى بعد بكرة ها بريطانيا الله يهديك طيب اسمع هذه 200 هذه 200 خلوها الى ان تلقون اجابه يا سلام الى الاجابه الاول عاد من هنا الى نهايه الثلاثه
يا سلام ياخذها. طيب الثاني؟ الثاني يطول العمر والسلامة اقدر اوزعها نقاط. اي تقدر بدون سلام. خلاص 200 متى تبي توزعها؟ يا سلام عنده الريلي 50 50 50 روح يلا بوزعها على الشباب بتشاو روح ما ادري والله كم 50 50 50 ايه حنا كم الحين حاضرين معنا؟ معك 6 50. ها؟ 6 50 4 8 خلاص بس على 50 على 50 على 50 محمد بن احي عفان هباس عادل المطيري نواف ونواف وخالد وريان انا على 50 باقي لي 200 صح؟ السؤال اللي ما حد جاوبه وضيفوا لي حقيه صح؟ نعم من هنا الى نهايه البث اللي يجيب الاجابه اعطوه 200 والله فيه اجابه طيب طيب اسمع وش رايك في الذيبان هذا؟ ونعم اللي صبنا القهوه اعطوه 200 خلاص عقاب لك ال 200 والله ان طيب يلا يا نواف لا يوجد دوله بحرف الضاء هذا الاجابه لا يوجد دوله بحرف الضاء هذه الاجابه حركاتك بهالدوله طيب نواف جميل قال الرجال له مغزى يا سلام ما في نواف بسرعه عشان بنسحب ترى تاخرنا جدا جدا اوزعها اي وزعها 200 200 200 لولا الحمايه ايش فرق الرجال 200 نواف يا سلام و200 نواف نوافين اثنين و200 العفان رفيقي السعد رفيقي وغالي وحبيبي بس نواف ونواف و الله يطول عمرك طيب الان عندنا 500 من الهاشتاج 150 نقطه اليوم والله ما انتم لين الحين ما بعد جبتوا اللي انا ابغاه في المنافسات لكن انا ابغى 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 حركه خلاص المره الجايه بعطيك النقاط وتوزع الحركه ما نقدر عليها هذا الليل خلاص الليل عشان عشان الحفله ها استرح يا عقاب لا 500 450 اللي ايه اي رجل 950 طيب طيب خلونا خلونا نسحب يا شباب بنسحب الان الهاشتاج ما شاء الله جروب الدعم ما شاء الله شغالين معنا زايد بن ناجي 500 نقطة من الهاشتاج و500 على الحضور زايد بن ناجي مزبوط هذه زايد بن ناجي وبقى ناخذ من التغريدة تحت التغريدة بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد اسر معي خلنا نسري اسمر عند الربع واردك طيب والله نسال شوي بس شوي يا شباب خلونا ادق على ود ابراهيم ترى كنت القى اسم بوي ترى هنا بوي بوي طيب بوي يعني وش هنا احنا شراطنا طبعا يعني ابي دقيقه هنا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم وتصدقوا ولو بالقليل فاجر الصدقه عند الله اعظم بس هنا عندي حاجه هو لشخص ما حضر معنا يستاهل يستاهل يدخل يا ابو مناحي اكيد اللي ما حضر ترى قاعد يعاوننا ايه اجل يستاهل حاتم الحربي يستاهل يستاهل ها اي كم موجود اول نعم 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 طيب كلمه اخيره في اخر اللقاء على الجلسه وش رايك بالشباب اول شيء الله يوفق ذا الوجيه اللهم انا قبل شوي قلت للشباب قبل ندخل هنا قلت ركزوا على بعد البرنامج وش تبون تسوون جميل الله يوفق ذا الوجيه و متابعين من شريحه كبيره انتم ما تتوقعونها في بالك يا سلام يا سلام وبتطلعون تلقونها قدام يا سلام نصيحه جميله اخوي نواف كلمه اخيره اقول جعل ربي يوفقكم ويسر اموركم اضحوا لاجل سمعتكم كل منكم ان شاء الله انه طيب وعلومه طيبه وبشركم ان العالم كلهم يحبونكم اي والله العظيم يا سلام وكلنا ندعي لكم بالتوفيق الله يرضى وجعل ربي يوفقكم ولا منكم خلصتوا علموني بس تجهزوا الاعلانات وجعل ربي يوفقكم ويسر امورك بيض الله وجهك وصلنا الى اخر لقاءنا في هذه الفقره الجميله اللطيفه اللذيذه بحضور ضيوفنا الافاضل سعود هذال ونواف بن طارد الله يسعدهم ويبارك فيهم وصراحه الوقت مثل البرق مر علينا لجمال هذه الحلقه ولا يسعنا في اخر اللقاء الا نقول لكم في امان الله الى لقاء اخر
وإلى فقرات جديدة وجميلة. ننتظر ذا الليلة ليلة الشمالية في أمان الله. سلام عليكم. مرحبا. الله يبقيك. شغل شارة. يلا 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 شيلة نواف. يلا نواف يبي معكم لعب شوي. روح سلام. يلا هنا نواف. سلموني كذا. يلا ابشر. يلا ميعادنا في راس ذيك العدم من دونها حتى الهواتف مقابل ما هي بطع سمام طعوس الثمام ومعنا ثلاثة من زحول الرجاجيل أرداهم إحصان خوالة عمام على أرض نبتها على جرة السيل والشمس تحجبها قلوب الغمام والنار تشعل باول الصبح والليل قد قالوا ان النار نصف الكرامة ودلال الرسلان انخرط بنا الهيل واخلاص تمر ما زرع بيتهما والطيب وسط المدخن يلف ويميل يطي وريحه ملتصق بالعمامة والطير يكفى كان عينه درى لاحق رفيقه ملامة هذه طارت العمر جملة وتفصيل يفرح به اللي ما اهتنى بمنامة نصد على الأشغال والقال والقيل وتجعل في وسط صدري علامة لي ستة شهور ما مرت تساهيل حتى لو انك تشوفني بابتسامة تحط في راسي الهوى جيسه وجي وحتى الهادي لغبط عليه الحمامة خب الظنون وطاح دمعو بترحيل ثلاثة انهزت عروش الزعامة شفت العلامات وكثير الدهوي ما باقي إلا انها تقوم القيامة والزلة اللي من ضعف حركت مثقال ريش النعمة كم واحد منهم لا وصلت مواصي على ما قالوا ما تشيل عظامة انشو مع الراعي النميمة وبوذين ما هي بخوة طيب خوة رخامة والصاحب الليلة مع زهوة تفجير عساه باقي ما تغير نظامة له وإن جاء ذبحنا لها الحين هذه مواجب الرفيق ومقامة لو تبعد أهل ميال ميل ورامل حنا دراه من الظروف وحزامة حنا دراه من يا سعود وأبدع نواف وأبدع المتسابقين في أمان الله. سلام عليكم. ارحبوا ارحبوا هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب الواقع تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى سكريبت من قدام مية على مية همة وحيوية إلى النجومية سكريبت من قدام سكريبت من قدام ارحبوا ارحبوا هذا سكريبت ارحبوا ارحبوا هذا سكريب عطه على جوه واللي تبي سوه القوه القوه سكريبت من قدام يدي على يدك واقول من قدك تصنع بنا مجدك سكريبت من قدام سكريبت من قدام ارحبوا ارحبوا هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب العز والهبه للي ما تدريبه الاول نجيبه سكريبت من قدام الروس معه
حبوبة لا حمية شوبة سكربت من قدة سكربت من قدة ارحبوا ارحبوا هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب هذا سكريب هذا سكريب معنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى سكربت من قده مية على مية همة وحيوية إلى النجومية سكربت من قده سكربت من قده أرحبوا أرحبوا هذا سكريبت أرحبوا أرحبوا